أهلا بكم مشاهدينا في آخر حلقات هذا الأسبوع من هاش مال، والتي نبدأ فيها بداية بإلقاء نظرة سريعة على الدقائق الأخيرة من آخر جلسات الأسبوع. جلسة الخميس تشهد الكثير من التغيرات إذا ما قارناها بالجلسات منذ بداية الأسبوع، بداية على المؤشر الذي نراه من جديد ضمن مستويات 3500 نقطة، يرتفع بواقع نقطتين مئويتين في هذه اللحظات، مضيفا 68 نقطة عند مستويات 3513 نقطة تحديدا، حتى أننا أيضا نرى تحسن لقيم التداولات مرافق لهذه الارتفاعات، تصل الآن إلى 380 مليون درهم تحديدا. الآن أيضا نظرة سريعة سنلقيها على مؤشر سوق أبو ظبي الذي نراه أيضا على ارتفاع بتسعة أعشار النقطة المئوية، مضيفا 40 نقطة عند مستويات 4509 نقاط. نرى ارتفاعات على القطاع المصرفي في أبو ظبي في هذه اللحظات بتسعة أعشار النقطة المئوية، والقطاع العقاري يرتفع بواقع 2%، يعني أسهم القطاع المصرفي والعقاري تدعم ارتفاعات مؤشر سوق أبو ظبي في آخر جلسات الأسبوع. أما الآن والمزيد من التفاصيل حول أداء جلسة اليوم، سننتقل إلى وائل مهدي المحلل المالي. يعني وائل، على ما يبدو سيكون ختامها مسك في آخر جلسات بالطبع الأسبوع. بالطبع، بالفعل هو الجلسة الختامية أو الأوكشن في دبي هي انتهت الآن بالفعل. نعم. ننتظر إغلاق سوق العاصمة. نعم. تداولات جيدة، إغلاق ممتاز لكلا المؤشرين، فنيا اجتياز نقاط صعبة مثلما تفضلتي، هي أفضل جلسات الأسبوع على الإطلاق. قرار تثبيت سعر الفايدة من الفيدرالي الأمريكي بالأمس كان له مفعول السحر في أداء اليوم. منذ مطلع الجلسة هناك ارتفاعات بحوالي 1.5%. الأسهم القيادية كان عليها حركة واضحة، وخصوصا سهم إعمار أداؤه يعد الأفضل في جلسة اليوم، أغلق ما دون السبع دراهم في جلسة الأمس. كان في تخوفات مع نهاية الجلسة لدى بعض المستثمرين، ففي كان هناك عمليات بيع على كثير من الأسهم القيادية، خصوصا سهم إعمار كان في ضغوط بيعية واضحة، لكن اليوم عوض هذا ووصل إلى أعلى مستويات عند 7.15 دراهم عند الإغلاق. ساعد كثيرا المؤشر على اجتياز نقطة 3500. أعتقد أن هذا الإغلاق بهذا الشكل وأحجام التداول قد يعطينا مزيد من التفاؤل ومزيد من الارتفاعات الأسبوع المقبل إن شاء الله. حتى إعمار أغلق عن 7.16 دراهم، مرتفع تقريبا ب 3%، هو الأنشط من حيث القيمة في جلسة اليوم. شو بعد مستويات 7.16 دراهم على السهم كسهم إعمار العقاري؟ سهم إعمار هي النقطة الفعلية 7.22 دراهم. أعتقد أن هو هذا الإغلاق يتيح فتحة الأحد ممكن تكون عند هذه النقطة، لكن أعتقد أن السهم يستهدف من جديد اختبار نقطة 7.40 دراهم كنقطة تداول عندها كثيرا عندما ارتفع في موجة الارتفاعات الأخيرة. أعلى نقطة وصلها تقريبا كانت نقطة 7.45 دراهم، وعاد منها إلى مستويات 6.90 دراهم مرة أخرى. إجمالا تحركات سهم إعمار هذا الأسبوع والأسبوع حتى قبل إجازة عيد الأضحى، كان هناك دخول للأجانب وإن كانت بنسب بسيطة، ارتفعت قليلا في جلسة الأمس، لكن أعتقد أن معدلات التداول في جلسة اليوم وأحجام التداول توحي أن هناك شراء أجانب واضح، سواء على إعمار أو حتى إعمار مولز تداولاته اليوم تداولات جيدة. إذن التركيز على الأسهم القيادية. نرى أيضا بنك دبي الإسلامي كان له دور كبير في صعود المؤشر لتأثيره المباشر على المؤشر العام، وارتفاعه فوق الخمس دراهم واربعين كنقطة حاول كثيرا أن يعود إليها في موجة الهبوط التي كانت في الجلسات السابقة منذ مطلع هذا الأسبوع بعوامل أكثر من عامل كان مؤثر، كان عمليات ضغط أسعار البترول، قرار الفيدرالي، كان هناك تخوف بعض الشيء مما يحدث في الأسواق الخارجية. طيب، قرار الفيدرالي عم بتقول بأنه انعكس إيجابا على الأسواق المحلية، ربما هذه الإيجابية من عدم رفع أسعار الفائدة سنراها على مدى جلسات بسيطة، ما الذي قد يضمن استمرار هذه الارتفاعات في الأسواق المحلية؟ قرار الفيدرالي ساعد المؤشرات الفنية أنها تعود إلى نقاط فنية هامة. إذا ما رجعنا بسيطا إلى الخلف إلى جلسة أمس أو جلسة ما قبل الأمس، نجد أن المؤشر كان في اتجاهه لل 3430، خصوصا مؤشر سوق دبي. أعتقد أن منذ مطلع هذا العام إلى الآن يتعامل السوق بشكل فني جيد جدا. احترام النقاط الفنية هو ما سيساعدنا في الجلسات المقبلة إلى تجاوز نقاط جديدة. وقال دعنا نلقي نظرة سويا على إغلاق آخر جلسات الأسبوع، بداية في سوق دبي المالي. المؤشر يغلق على ارتفاع بحوالي 2%، مضيفا 68 نقطة عند مستويات 3513 نقطة. تمكن مؤشر سوق دبي اليوم من اختراق مستويات 3500 نقطة من جديد، بل ويغلق فوقها أيضا. قيم التداولات عند الإغلاق وصلت إلى 300
84 مليون درهم تحديدا، 27 سهم على ارتفاع عند الإغلاق، 5 أسهم فقط على انخفاض وسهمين على ثبات. نشاط واضح على أسهم قيادية في جلسة اليوم، على رأسها سهم شركة إعمار العقارية هو الأنشط من حيث القيمة، سهم أربتك أيضا على نشاط، وسهم بنك دبي الإسلامي، إلى جانب أيضا نشاط وارتفاعات على سهم إعمار مولز. أما الآن فبدورنا سنلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا، وأمامنا على رأس هذه القائمة السلام القابضة إعمار مولز، ارتفاعات بحوالي 4% عند درهمين 83 فلس. سهم السوق أيضا على ارتفاعات ب 3% عند درهم 36 فلس، وسهم دبي للاستثمار على ارتفاعات بواقع 3% تقريبا عند الإغلاق. والأسهم الأكثر تراجعا وعددها 5 أسهم فقط على رأس هذه القائمة، سهم إيفا المدينة للاستثمار، أريج الخليجية للاستثمارات العامة، وتكافل الإمارات. والأسهم الأكثر نشاطا من حيث الحجم في جلسة اليوم سهم جي اف اتش على نشاط ب 35 مليون سهم، ويغلق على ارتفاع فوق مستويات الدرهم بفلسين. سهم أربتك القابضة يليه في هذا النشاط، وعلى ارتفاع عند درهم ونصف. دبي باركس اند ريزورتس على نشاط وعلى ارتفاع عند درهم 64 فلس، ونعود لنرى ارتفاعات على سهم بريكن سكال عند نصف درهم تحديدا. أما بالنسبة للأداء الأسبوعي لمؤشري سوق دبي المالي، فبالمجمل خلال هذا الأسبوع رأينا ارتفاعات على هذا المؤشر تصل إلى 19 نقطة مئوية، أضاف منذ بداية الأسبوع وحتى آخر إغلاقاته 31 نقطة، لينهي الأسبوع عند مستويات 3513 نقطة تحديدا. الآن ننتقل لنلقي نظرة على إغلاق مؤشر سوق أبو ظبي الذي أغلق على ارتفاع ب 1% مضيفا 45 نقطة عند مستويات 4515 نقطة تحديدا. ذكرت قبل قليل بأن الدعم اليوم في سوق أبو ظبي جاء من أسهم تحديدا في القطاعين المصرفي والقطاع العقاري. الآن نلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا هناك، رأينا في الأمس تحسن نوعا ما في السيولة في سوق أبو ظبي، واليوم تصل في نهاية الجلسة إلى 145 مليون درهم. أما بالنسبة للأكثر ارتفاعا نرى على رأس القائمة سهم أركان، سهم تقع على ارتفاعات ب 8%، بنك الاتحاد الوطني على ارتفاعات بواقع 3%، بنك أبو ظبي التجاري على ارتفاع بأكثر من 3%. أما الأسهم الأكثر تراجعا فجاءت في نهاية الجلسة كالتالي: أبو ظبي الوطنية للفنادق، تانا غاز على تراجعات بحوالي 0.17 النقطة المئوية، والواحة كابيتال على تراجعات بنصف النقطة المئوية. أما الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الحجم فرأينا إشراق العقارية على نشاط ب 14 مليون سهم، ويغسام على ارتفاع عند 80 فلس، تانا غاز على نشاط وعلى انخفاض، الدار العقارية على نشاط وعلى ارتفاع، وسهم طاقة على نشاط وعلى ارتفاع عند 54 فلس. أما الأداء الأسبوعي لمؤشر سوق أبو ظبي فجاء بالمجمل على ارتفاع ب 13 نقطة مئوية مضيفا 16 نقطة عند مستويات 4515 نقطة في آخر إغلاقاته لهذا الأسبوع. الآن مع بعض الأخبار، حيث أعرب مجلس إدارة شركة دانا غاز عن انزعاجه لعدم سداد مستحقات الشركة في مصر، إذ بلغ إجمالي المستحقات المتأخرة للمجموعة 960 مليون دولار، في حين إجمالي المبالغ النقدية التي استلمتها الشركة بحلول نهاية النصف الأول من عام 2016 بلغت 99 مليون دولار. وتدرس الشركة حاليا اتخاذ مزيد من الخطوات لإزالة أي معوقات بهدف زيادة الإنتاج. وأداء سهم دانا غاز في نهاية الجلسة على انخفاض بنقطة و17 النقطة المئوية. طبعا لعودة الحديث عن جلسة اليوم في الأسواق المحلية، من جديد ننتقل إلى وائل مهدي محلل المالي. كنا عم نسمع سوا خبر عن دانا غاز، يعني السهم ارتفع قبل هذا الاجتماع كثيرا، كان هنالك نشاط وحركة واضحة على السهم، اليوم نراه على انخفاض، تقييمك لما جاء عقب الاجتماع؟ هو إبداء الاستياء من عدم استلام المستحقات يوحي بما سيظهر في نتائج الربع الثالث، لذلك عملية هدوء أو تراجع بعض الشيء. كان السهم وصل لمستويات 60 فلس، نعم. وكان في انطلاقة معينة للسهم فنيا إذا ما تجاوز هذه النقطة، لكن نعم. عودة السهم مرة أخرى لمستويات 58 فلس وتراجع أيضا أحجام التداول على السهم مع إعلان الشركة في مجلس الإدارة أنها لم تستلم من مستحقاتها البالغة قرابة مليار دولار إلا فقط 99 مليون دولار، إذا نتائج الربع الثالث لن تحمل الجديد بالنسبة للمستثمرين، لذلك تراجع السهم مثل ما رأينا في جلسة اليوم. طيب سوق أبو ظبي عند الإغلاق عند مستويات 4515 نقطة،
ماذا بعد هذه المستويات؟ طيلة هذا الأسبوع سوق العاصمة فقد مستويات 4500 وهبط بفعل ضغط سواء الدار العقارية في القطاع العقاري أو حتى قطاع البنوك. كان في تراجع على بنك الخليج الأول، وكان في تراجع بسيط على سهم اتصالات، إلا أن استعادت هذه المستويات من جديد 4500. ننتظر 4540 كنقطة جديدة يستهدفها السوق بمساعدة استمرار الحركة سواء من القطاع العقاري أو القطاع المصرفي وقطاع اتصالات، هذه القطاعات المؤثرة بشكل واضح على المؤشر العام. طيب نعود الآن نتحدث عن سوق دبي المالي، إغلاق من جديد فوق مستويات 3500 نقطة، ماذا بعد مستويات 3500؟ اتجاه السوق في الوقت الراهن يوحي بمزيد من زيادة الارتفاعات في الجلسات المقبلة عقب اجتياز نقطة 3500 في جلسة اليوم بشكل جيد والإغلاق الأسبوعي ممتاز فنيا. أعتقد أن هناك نقاط كثيرة قد نراها في السوق، ولكن الآن نرى تحركات على الأسهم القيادية فقط. لازالت الأسهم التي تحركت في الجلسات المقبلة وكانت تستحوذ على كثير من التداولات لم نراها تتحرك بشكل جيد. أملاك لم يتحرك سهم السوق وإن ارتفع إلى مستويات الدرهم 36، لكن أحجام التداولات عليه لم تكن بالشكل الكافي. أرابتك واجتياز نقطة الدرهم 50 قبل العيد كان السهم قد وصل إلى مستويات الدرهم 55 كنقطة فاصلة فنيا بالنسبة للسهم. أعتقد إذا ما تحرك بشكل أكبر سيساعد الأداء العام للسوق بنسبة تأثيره على المؤشر العام. دبي باركس مثل ما تفضلتي عادي اليوم من جديد بعدما تراجع بالأمس إلى مستويات الدرهم 60، وهناك مستوى دعم في هذه النقطة، عادي إلى مستويات الدرهم 65. الشركة ستباشر أعمالها في نهاية شهر أكتوبر الشهر المقبل، إذا عملية الإيرادات ودخولها للشركة قد توحي أيضا بمزيد من الإيجابية على الأقل بالنسبة للسهم. المستثمرين أو حاملين السهم لن ينتظروا عائد من السهم إلا عقب سنتين على الأقل من الافتتاح. إجمالا عقب قرار الفيدرالي لم يتبقى عندنا إلا الاجتماع المقبل لأوبك الأسبوع المقبل، قد يكون هو المؤثر، ولكن بشكل عام عقب بيانات المخزونات النفط الأمريكية بالأمس وتحولها بشكل إيجابي أو تأثيرها بشكل إيجابي على أسعار النفط وتثبيت سعر الفايدة، إذن العوامل الخارجية التي كانت تؤثر على نفسية المستثمرين ونفسية المتعاملين أعتقد أنها قد تلاشت. السوق عاد من جديد إلى الإيجابية، 3500 رأيناها في جلسة اليوم بل أغلق عند مستوى 3513، استهداف المستويات التي كنا نبحث عنها دائما 3560 ثم 3600 أعتقد أنها قد تظهر في الجلسات المقبلة أيضا، أو نعود للحديث عنها مرة أخرى في ظل ارتفاع أحجام تداول، في ظل وجود أخبار إيجابية من سواء من أسعار النفط أو البيانات المالية للشركات. أعتقد أن نهاية الربع الثالث أو شكت على الربع الثالث أو شك على الانتهاء، إذا نتوقع مزيد من الإيجابية في أسواقنا المالية. طيب وائل، المحللون منذ بداية الأسبوع يقولون بأنه الأسواق المحلية لم تعطي بعد إشارة واضحة للدخول، يعني نتحدث عن دخول المستثمرين، برأيك عقب جلسة اليوم هل أعطت إشارة واضحة؟ بالطبع أتفق معه تماما، هناك إشارة واضحة، لكن لابد أن نشير إلى في ظل هذا الأسبوع في ظل تراجع السوق السعودي بشكل كبير جدا، كسر مستويات 6000 ونزوله إلى أكثر من جلسة وكان في ثبات في أسواقنا المالية، السوق القطري تراجع بشكل قوي، في تراجع واضح في التداولات في أحجام الكويت، في ظل هذه التداعيات الإقليمية التي نراها في الأسواق المالية وثبات أسواقنا المحلية بل بالعكس اجتياز نقاط فنية جديدة توحي بالطمأنينة، هناك إيجابية رأيناها في نتائج الربع النصف الأول سواء على القطاع المصرفي أو القطاع العقاري، في ثبات في أحجام التداولات، إن كان المؤشر يحترم النقاط الفنية ويعود منها فهذه إيجابية لأسواقنا، تحسب لأسواقنا في ظل هذا الأداء السلبي الذي رأيناه من الأسواق الإقليمية، وكان هناك ثبات بعض الشيء في أسواقنا، حتى التراجعات التي رأيناها في ظل أحجام تداولات خفيفة، إذن احتفاظ المستثمرين وأملهم الواضح في عودة الأسعار إلى منسوبها يعني فتكون بالنسبة لنا غير مخيفة، بتعطينا أمل جديد في العودة إلى مستويات جديدة. نعم، المحلل المالي وائل مهدي، شكرا، يعطيك العافية. شكرا وائل.